وتكلم معي أنا شخصيا، وأخذ هذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية، شخص من داخل المشفى العسكري في دير الزور قال لي امتلأت الغرف وامتلأت الكريدورات والجثث الآن في الساحة. فيعني حاولت أن أفهم منه كم يقدر العدد، قال لي لا أستطيع تقدير العدد لأنه يعني بين الجرحى اللي مشكوك بأمرهم أنه أموات أم أحياء، يعني جرحى بحال جراح ثقيلة قاتلة، وبين الميتين الأعداد كبيرة جدا إلى درجة أن الجثث كومت على شكل أكوام في ساحة المشفى العسكري. هذا كله لا يقدم ولا يؤخر ولا يعتبر خسارة لإيران، لأنه كلفة مجانية بحسب إيران.